أسلم الأولاد اليوم إن شاء الله باش نبدأ في الكورة أوند. دونك الأوند درس هذا ماهوش صعيب، فيه خدمة لازمك تخدم فيه، لازم تفهم لي بارتي نتاعو، تركز في كل كلمة. راهو درس ماهوش صعيب، نعاود ماهوش صعيب، لازمك تركز في كل بارتي موجودة فيه، في كل كلمة موجودة فيه. راهو قد ما هو سهل قد ما هو صعيب. كيفية الكلام هذا، يعني كي تفهم الفينومين وتركز في كل كلمة موجودة في الشابيتر هذا، دونك يولي سهل عندك. أما كي أنت تنقز من بلاصة من بارتي لبارتي، وتبدأ مثلا بارتي الأولى ماكش فاهمها، أما بارتي الثانية فاهمها، دونك باش تلقى روحك ضايع، كوميم ضايع، داكو؟ ركز بشوي بشوي. إن شاء الله أنا باش نقسم الكور هذا، نقسمو لبليزيوغ بارتي، كل بارتي باش نركز في في حاجات اللي هما يبداو موجودين ديما في ليزيكزاما. البارتي الأولى باش نحكي على الفينومين، باش نركز على لي مو تكنيك للكور كله، تفهم شنو نقصدو بها اوند ميكانيك بروغريسيف. البارتي الثانية باش نحكيو على ليزيكواسيون، و لي بارتي الاخرين تو بشوي بشوي تو تلقاوهم باذن الله في الشين يوتيوب باذن الله. داكو نبداو في اول البارتي الاولى اللي هي نحكيو على الفينومين هو شنو. دونك اوند ميكانيك بروغريسيف، دونك الاوند هي تو سامبلومون هي بيرتورباسيون. البيرتورباسيون هذه وين باش تصير؟ تصير لازمها تصير في ميليو، الميليو هذا باش يعاونها، باش يعاونها باش يصير فما بيرتورباسيون. داكوغ، الميليو هذا نسميوه ميليو إلاستيك، نسميوه ميليو إلاستيك. شنو نقصدو بيه ميليو إلاستيك؟ يعني ميليو إلاستيك هذايا نقصدو بيه أنو فما les états physiques نتاعو les déformations. Donc il se reprend ses états physiques après toute déformation. الميليو إلاستيك الوسط هذا باش يخلي الاوند se propage. Donc il se perturbe tout simplement. هذا شنو نقصدو بيه ميليو إلاستيك. معناها اوند ميكانيك، معناها كي يقول لك معناها شنو هو اوند ميكانيك، اون اوند ميكانيك nécessite un support matériel pour qu'elle se propage. Donc, les mots support, les mots milieu, wasat marine, milieu élastique. Et je n'ose pas dire en mécanique. Béhi, benisbel onde progressive. Donc, benisbel onde progressive, une onde est dite progressive lorsqu'elle se propage dans un milieu propagateur. Manière un milieu élastique, milieu propagateur, en s'éloignant de la source. معناها لازم، معناها هو لازم milieu ouvert. D'accord? Il se propage. Béhi. Donc, فهمنا معناها شنو هو اوند. اوند هي perturbation. Mécanique معناها لازم تصير perturbation في milieu élastique. Progressive معناها في milieu ouvert. D'accord? Béhi. Donc, qui nous représente une onde mécanique, donc, est un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu élastique, dans un milieu matériel élastique, avec, avec un transport d'énergie. Bien sûr, les matières font une perturbation. أكيد باش تصير فما إنرجي، فما ترانسبور دينرجي، لكن سون ترانسفير دو ماتير. شنو نقصدو بيه الكلام هذايا؟ شنو نقصدو بيها كلمة أن ترانسبور دينرجي إي سون ترانسفير دو ماتير؟ باهي، قبل كل شيء، أون تروف لي زوند دون أن ميليو إلاستيك. باش يكون فما بيرتورباسيون لازم فما ميليو. الميليو هذا نسميوه ميليو إلاستيك، يعني لازم فما طاقة، فما طاقة هذه هو ترانسبور دينرجي.
دونك ما غير ما تتحرك الماتير، ما غير ما يتحرك لوبجي. فار اكزومبل مثلا البحر، دونك فما فلوكه هاكا ريكها، دونك هذه يا اخي جيتها موجه. شو الموجه كيفاه؟ اها دونك شفت كيفاش باهي الموجه هذا، دونك نسميوها هذه، نسميوها هذا مليو إلاستيك. باهي باش يهز الفلوكه، باش يهز الفلوكه لازم فما طاقه، فما انرجي، فما انرجي داكور، يعني فما ترانسبور دينرجي. اسكو الماتير، اسكو الفلوكه تحركت؟ اسكو معناها تحركت من بلاصه لبلاصه؟ دونك تحركت من بلاصه لبلاصه؟ نو. شكون اللي تحرك؟ تحرك اللي هو تحركت اللي هي الموجه داكور. الموجه هي اللي تحركت، دونك فما ترانسبور دينرجي اما سان ترانسفير دو ماتير. داكور تري بيان. فهمتوا معنا شنو الميليو معناها ان ترانسبور دينرجي اي سان ترانسفير دو ماتير؟ نعمل اكزامبل اخر. داكور مثلا بار اكزامبل مثلا السيد هذا، دونك فما عندكم البحر، البحر غنبدلوه دقيقة. دونك اهو به السيد هذا اهو موجود هوني داكوغ. به دونك الموجة، شو ركزوا معايا، هذه ريكه، دونك الموجه معناها البحر ريكه، دونك فما موجه هوني شوف. اها هذا السيد هذا قاعد في بلاصته، هاو قاعد في بلاصته داكوغ. شكون اللي يتحرك؟ شنو شو اسمه هذا؟ هذا يتسمى ميليو، ميليو علاش نركز في ميليو؟ هاكا ميليو إلاستيك. وهذا يتسمى ماتير، مادة هاو ماتير. دونك شكون اللي تحرك تو؟ شكون اللي سو ديفورم؟ اللي هو هاي فما موجة هوني. اسكو تحرك السيد هذا؟ نو. دونك حتى كان وصلت له معناها غنزيد نكمل معناها، دونك نكمل الحكاية. دونك شفته والسيد هذا مزي، هاو مزي موجود معناها قاعد في بلاصتو، معناها كان يستنى في الموجة حتىك تجي. اها شكون اللي يتحرك هو؟ شكون اللي تتحرك هو الا دونك هذا هو الميليو، الميليو هذا سو بيرتورب داكور المي داكور. السيد هذا واضحة، السيد هذا قاعد في بلاصتو، دونك السيد هذا واقف، دونك فيكس، دونك سون ترانسفير دو ماتير داكور. فهمتوا معناها؟ نعاود، اوند ميكانيك يعني لازمها ميليو إلاستيك داكور، اللي باش يعاون باش تصير فما بيرتورباسيون. باهي اوند بروغريسيف معناها لازم فما ميليو اوفير داكور. ميكانيك يعني معناها ماده، معناها لازم حاجه باش تخلي باش تصير فيها بيرتورباسيون داكور. ميليو إلاستيك هو ميليو دو بروباغاسيون داكور. نحكيو كي نحكيو على ميليو إلاستيك يعني نحكيو على اوند ميكانيك، نحكيو على اوند ميكانيك. علاش نركز في كل كلمه توا؟ لازمك خاطر هذوما لي مو تكنيك، ركز في الكلمه، ركز في كل حاجه تتقال داكور. هذا اوند ميكانيك واضح. دونك اوند ميكانيك ما نحكيو على اوند ميكانيك الا ما نحكيو على ميليو إلاستيك داكور. ما نحكيو على ميليو إلاستيك يعني ميليو إلاستيك معناها ميليو دو بروباغاسيون، وين باش تصير فما بيرتورباسيون. هذا هو شنقصدو
شفهم وشنو فهمنا من ال من الديفينيسيون هذه. داكور ترانسبور دينيرجي اي سون ترانسفير دو ماتير. واضح معناها باش يصير هاهو فما طاقة هزت انتي الفلوكة هاي فما طاقة، الطاقة هذه هي الانرجي. داكور واضح فهمنا. هذا نسميه هذا اللي الفينومين هذا وقتش نحكيو عليه، نحكيو على حاجة اسمها فيتيس. ركز معايا بشوي بشوي. الفيتيس ماهيش الفيتيس اللي نحكيو عليها اللي نعرفوها نحنا، نو هذه الفيتيس هذه تتسمى قانون الاوند، هو اسمها سيليريتي. داكور نعاود نكتبها. دونك كي نحكيو على سيليريتي شنو نقصدو بها السيليريتي هذه؟ راهي السيليريتي هذه ماهيش الفيتيس اللي نعرفوها، اما عندها نفس القاعده الفورمول اللي هي الفيتيس سيليريتي. سيليريتي اللي هي دونك هي ديستانس سور دوري سور دلتا تي، واليونيتي نتاعها بيان سور اللي هي متر بار سكوند موانز ان ان سيستيم انترناسيونال. داكور باهي. السيليريتي هذه ال ديبون دو ترانسبور دينرجي، راهي تنتمي لل ترانسبور دينرجي، لازمها طاقة باش تتحرك، باش يتحرك الماتيير، باش تتحرك الماتيير. داكور كيما الفلوكة، كي خلينا الفلوكة هاي الفلوكة هاي وإلا هاك الفلوكة وإلا السيد هذا. داكور صارت له أنت فما طاقة، فما طاقة، فما إنرجي. داكور يعني توا سيليريتي ديبون دو ترانسبور دينرجي. دونك on parle de célérité et ne pas de vitesse. رانا مش نحكيو على الفيتيس العاديه اللي نعرفوها، خاطر الفيتيس هذه كان نحكيو عليها راهي ديبون دو ماتيير، دو ماتيير بالسيد يا اما فلوكه يا اما السيد. دونك الماتيير بالنسبه للسيليريتي دونك ال ديبون دو ترانسبور دينرجي، ترانسبور دينرجي معناها transport d'énergie معناها في الميليو بروباغاتور. داكور باهي. دونك لوند ايتان معناها ايتان ديبلاسمون دينرجي اي نون با دو لا ماتيير. واضح نعاود نكتب. دونك لوند ايتان déplacement d'énergie enfin ma déplacement d'énergie et non pas de la matière. Je ne sais pas la matière manière ma falan flouka ou elle jouer un objet manière tout simplement un hot objet. D'accord voilà etc voilà. ركزوا في الكلام هذا واضح. دونك سيليريتي دونك ال ديبون دو لينيرجي دو ترانسبور، دونك ترانسبور دو انرجي تو سامبلومون سي كلير. هذيك هو شنو نقصدوا بها. دونك لا سيليريتي نو ديبون با دو ماتير مي ال ديبون دو لينيرجي. نعاود نكتب ني لا سيليريتي donc ne dépend pas de matière mais elle dépend de l'énergie de déplacement de l'énergie. داكور سي كلير. يعني انا كي نزيد نحكي شويه انو الفيتيس دونك سيليريتي هي ديستانس سور اي دوري سور لا دوري. داكور مثلا باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل انا صغرون. دونك مثلا خدينا
مثلا نرجو مازلنا في ال به داكوغ نعملو الكورد خنبدلو من البحر دونك كورد. الوغ بالنسبة للكورد هذي عندك فما باش متصيرش فما بروباغاسيون معناها قاعدة إليميتي معناها أوفيرت دونك باش نحطنا هنا فما كوتون. الكوتون هذايا الغول نتاعو ركزو في الكلام دونك الغول نتاع الكوتون إل أبسورب توت ريفليكسيون دو لونت داكوغ واضح. دونك الكوتون بالنسبة للكوتون دونك إل أبسورب توت ريفليكسيون دو لونت دونك أبسورب ولا أمبيش أمبيش داكوغ أبسورب toute réflexion de lente واضح باهي. انت في البوان هاوكا اتي ايغال ايغال زيرو دونك في ليتا انيسيال سورس هذي واضح دونك ريكحة اتي ايغال زيرو ما فما حتى شيء ما صار حتى شيء. فما بوان ام هوني اها فما بوان ام داكوغ فما بوان ام شنو باش يصير شنو باش يصير انو معناها بور تي ديفيرون دو زيرو هاو دونك باش تصير فما بيرتورباسيون اها هاكا هذا نفس الحكاية فما كوتون بيان سور وهذا سوبور ماتيريال دونك سوبور ماتيريال واللي هو الكورد كي العاد الاس نركزو دونك فما موجة هوني اهو فما اهو فما ابرولمون ابرولمون نبضة داكوغ تصير في وقت قصير النبضة هذيك داكوغ. في البوان هذايا شفت البوان هذا البوان ام هاكا قاعد هاك صارت لها جيتها بحذاها الليبرولمون داكوغ واضح سكلا باهي. دونك بالنسبة سيليريتي دونك نو ديبون با دو ماتيير مي ال ديبون دو ديبلاسمون دينيرجي فما اكل باش تعاونها باش تتحرك باش تتحرك واضح سي كلير باهي. نعملو اكزامبل اخر الاكزامبل هذا مثلا باش نعمل على سيرفاس دو سيرفاس دو داكوغ باش ناخو البحر هاكا او مي هاكا وهذايا في بارتي اخرى داكوغ اها هنا اتي ايغال زيرو دونك اتي ايغال زيرو هنا فما سورس فما اس سورس نبع سورس دونك هنا الاس دونك هوني فما صارت هوني اهو صارت فما اهو اوند فما بروباغاسيون فما بيرتورباسيون فما بيرتورباسيون perturbation d'accord et d'après le point M et à l'instant à T à l'instant T1 d'accord B قبل ما توصل في l'instant هذيك B من بعديك مشيت 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 نفضة أخرى أهاك دونك النفضة هذي أهاك في البوان هذا قبل ما توصل مثلا البوان N هذي مثلا ناخوها هو باش ناخوها T2 égale T1 plus delta T. Quand il y a par exemple delta T, واضح بيه يقول لك طلع لي السيليريتي. اي ركزوا معايا السيليريتي كيفاش باش قلنا نحن هي الفيتيس هي اما الفيتيس مش الفيتيس معناها ترانسبور دو ماتيير نو معناها ترانسبور دينيرجي هي الفيتيس هي ديستانس سور دوري سي او نو داكور. باهي بالنسبة للديستانس كيفاش نطلعوها الديستانس
et distance l'aulade اللي هي entre M et N. Donc اللي هي هكا اللي هي M N. C'est clair? حط في مخك انه هي الفيتيس اللي هي السيليريتي باهي. بالنسبة الدوري دونك دوري اللي هي كيفاش معناها الدوري اللي هي دلتا تي اللي هي دلتا تي ها ها اللي هي تي 2 موان تي 1 تي 2 موان تي 1 اللي هي شنو ها ها الديفيرونس بين هذوما الزوج اللي هي ام ان دونك ديستانس سور دلتا تي سي كلير حط في بالك انه الفيتيس دونك سيليريتي هيدي باش نحكي ديما على السيليريتي اللي هي متر سكوند موان 1 D'accord? Béhi. Par exemple, ma falan, il faut que tu aies l'air d'être et t'es un. Ma falan, t'es un. Wadah, béhi. Héda. Il faut que tu aies l'air d'être. Qu'est-ce que tu aies l'air d'être? Aoul haf, chauf, rakzou maïa. Il faut que tu déduire la valeur de t'es un. Béhi. Aoul haf, je vais te aies la vitesse. Donc, la vitesse, il y a une autre. Koul wahda. Manéha entre SM et SN. B. بالنسبة ل SM دونك الفيتيس اللي هي ديستانس SM بالبوان هذايا من السورس هذاك البوان هذايا سور اي دوري اللي هي شكون دلتا تي اللي هي بين تا فينال موان تا اللي تا انيسيال معناها تي فينال اللي هي تي 1 موان تي 0 و تي 0 مش قلنا عليها هي 0 دونك SM سور تي 1 سي كلير باهي دونك تي 1 اللي هي شنو اللي هي اس ام سور الفيتيس بيان سور عندك ديستانس وعندك سيليريتي دونك نجم نطلعها هذه هكا بالسكوند سي كلير واضحه هذا شنو قصدوا بها سيليريتي دونك ردوا بيكم ما نحكيوش على الفيتيس اللي نعرفوها نحنا نحكيو على سيليريتي ال ديبون دو ديبلاسمون دو لينيرجي D'accord, déplacement de l'énergie. Très bien. En résumé, donc la vitesse, donc la célérité, c'est la vitesse de propagation. Donc la célérité, c'est la vitesse de propagation. De propagation. هذه احفظوها دونك سيليريتي هي فيتيس دو بروباغاسيون تري بيان الوغ اون ا دو تيب دوند ميكانيك عندنا اوند ترانسفيرسال عندنا اوند ترانسفيرسال وعندنا اوند تيب اخر اوند لونجيتودينال دونك كيفاش نفرق بيناتهم باش تفرق بيناتهم لازمك تقارن بين ديريكسيون دو لا بروباغاسيون دو لوند et le déformation, la perturbation de milieu matériel, de milieu élastique. D'accord? يعني هوني باش تقارن بين زوز حاجات اللي هما اهو حاجات هذوما الميليو de propagation معناها direction de propagation tout simplement donc direction de propagation et direction de perturbation et direction de perturbation d'accord perturbation ta chkoun ta le milieu élastique dima n'aoud dima n'aoud les clés définition dima n'aoudha d'accord behi بالنسبة الاند ترانسفيرسال par exemple انا مثلا باش ناخذ مثلا سيرفاس دو والا كورد حبل الحبل هذا باش نعمل له نفضه دونك ابرولمون باش تصير له فما تصير له ابرولمون
دونك الخط ها هو حبل دونك كان راكح عملت له نفضه هاوكا شنو صار دونك نفضه هذه شنو نقصد بها نقصد بها ديريكسيون دو بيرتورباسيون ديريكسيون دو بيرتورباسيون ها نكتبها ديريكسيون direction de perturbation d'accord behi heza shnou qsdou biha heza sens oui qui est un sens ta propagation sens de direction de propagation propagation narja onde transversale en transversale, yani باش نقارن بين السونس ولا ديريكسيون دو بروباغاسيون اي شكون اخر اي ديريكسيون دو بيرتورباسيون وين صارت البيرتورباسيون الميليو الاستيك هذايا الميليو هذايا باش نشوفوه كيفاش صارت معناها دونك هوني يا ولاد هاوكا دونك نقارن بينهم اسكو باراليل يمشيو مع بعضهم اسكو بيربونديكولير هذاك هو شنو نقصد بها Donc là, à nous, huni, direction, sens de propagation ou direction de perturbation, de manière sont perpendiculaires. D'accord? Perpendiculaires. Donc, lorsque la direction de propagation de l'onde, la propagation de l'onde est perpendiculaire à la direction de perturbation, de vibration. D'accord? De vibration d'un point affecté par l'onde. C'est clair? Donc, les amis, nous avons en transversal, un sens de propagation ou direction de perturbation, les amis, nous perpendiculaire. D'accord? Béhi. Et qui n'a pas, par exemple, corde ou la surface d'eau. D'accord. هذا نفس ميم فينومين باهي بالنسبه للاوند لونجيتودينال مثلا باغ اكزومبل مثلا خديت غوسور باغ اكزومبل خديت غوسور الغوسور هذايا السونس دو بروباغاسيون باش نخليوها في السونس هذا هو سونس دو بروباغاسيون الوغ كو الغصور باش نعمل له ديفورماسيون كيفاش باش نصير مثلا باش ناخذ مثلا باغ اكزومبل ناخذ السبير هذوما اها السبير هذوما باش نلصقهم في بعضهم معناها فما كومبريسيون داكور انت هوني شو السونس تاع هذا وال شو هوني هاكا هذا عادي 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 يا اخي هنا لصقتهم اها شفت اها شفت كيفاها شنو صار صار أن المجاهد هذه الديفورماسيون هذه كي سيبتو جيت مشيت في ليتاب هذه شفت الديفورماسيون دونك انت شنو لا شنو نجم نقولو نجم نقولو انو لورسك لا ديريكسيون دو بروباغاسيون دو لوند اي باراليل دونك اون بارل لا ديريكسيون دو بروباغاسيون دو لوند اي باراليل ا لا ديريكسيون دو فيبراسيون والا بالنسبه للغصور نعاود انه السونس نتاع البروباغاسيون دو تاع الغصور اي باراليل بالنسبه للبروباغاسيون دو لوند داكور هذه شنو نقصدو بها بالنسبه الفرق بين اون ترانسفيرسال اي اون لونجيتودينال لازم نقارن بين ديريكسيون دو بروباغاسيون اي ديريكسيون دو بيرتورباسيون D'accord, oui, une sorte de perturbation. Donc, pour le sens de propagation, bien sûr, transversal, ça a un sens de propagation et perpendiculaire à la direction de perturbation. Alors que l'onde longitudinale, sens de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. Une perturbation, je trouve qu'il fait chimcher. Chimcher parallèle, en parallèle, bien sûr, c'est là. Mais je fais l'obstétique, la propagation de sens de propagation, tout simplement.
هذه نجمو نحكيو على الغصوغ ولا نجمو نحكيو على الاغ ولا نجمو نحكيو على الانت سونور ولا الترا سونور. بي نحكيو على الاغ والا اوند سونور صوت سونور داكور والا الترا سونور داكور واضحه. دونك لازمك تفرق بين لي دو تيب دوند دون. معناها نجم يقول لك اعطيك تيب ويقول لك اعطيه لي اسكو جوستيفي كو لوند هذيك اي ترانسفيرسال والا لونجيتودينال. لازم تحط بين عينيك معناها انو لازم تقارن بين ديريكسيون دو بروباغاسيون اي ديريكسيون دو بيرتورباسيون كيما عملتوني داكور. باهي بالنسبه للبارتي هذي باش نحبسوني. دونك البارتي الثانيه باش نحكيو على لي زيكواسيون ونحكيو على لاسبي شنو نقصدو بها لاسبي دو لا كورد شنو نقصدو بها ليكواسيون اورير شنو نقصدو بها الايلونغاسيون هذو هما. دونك قبل ما نختم نقول انه بالنسبه للاوند عندها 3 ديمونسيون. دونك اول حاجه اون ديمونسيون كيما مثلا كورد الكورد هذي ها باش نكتب هيك مينوت. دونك اون ديمونسيون كيما نحكيو على الكورد. الكورد معناها شنو معناها سارت البيرتورباسيون في دروات واحده في اتجاه واحد في اكس واحد ان سول اكس ان سول اكس وي واضحه تري بيان. بالنسبه لدو ديمونسيون دو ديمونسيون كي تبدا عندك سيرفاس دو ولا ناب دو سيرفاس دو ولا ناب دو نفس الحكايه. وال 3 دي كيما قلت قبيله هي اوند سونور. لازمك تفهم لي 3 تيب هذو كورد سيرفاس دو ولا ناب دو والا اوند سونور واضح. بي اون ريزو بي بالنسبه للاوند اوند هي تو سامبلومون بيرتورباسيون. بيرتورباسيون وين تصير تصير لازمها تصير في ميليو الاستيك. الميليو الاستيك هذا معناها نحكيو على اوند ميكانيك داكور. اوند ميكانيك معناها ميليو بروباغا ميليو دو بروباغاسيون ميليو داكور واضحه. هذيك هو شنو نقصدو بها اوند ميكانيك. باهي زاد شنو حكينا حكينا على السيليريتي. دونك سيليريتي كي نحكيو على السيليريتي يعني ما نحكيش على الفيتيس خاطر السيليريتي ال ديبون دو ديبلاسمون دو لينيرجي سيليريتي داكور. باهي دونك لازمك السيليريتي سي لا فيتيس دو بروباغاسيون سي لا فيتيس دو بروباغاسيون واضحه. باهي تري بيان. شنو اخر حكينا على الاوند شنو الفرق بين الاوند لونجيتودينال والاوند ترانسفيرسال. الاوند لونجيتودينال كي تبدا ديريكسيون دو بروباغاسيون اي ديريكسيون دو بيرتورباسيون يمشيو في نفس الاتجاه. اما الاوند ترانسفيرسال يبداو perpendiculaire معناها لازمك تركز انت التيب لازم تركز فيها في الديريكسيون لي دو ديريكسيون ديريكسيون دو بروباغاسيون اي ديريكسيون دو بيرتورباسيون واضحه سي كلير. دونك بسيطة ركز كل كلمه تقراها ما تخافش راهو الاوند راهو ساهل. احكي مع روحك احكي مع روحك قول راني انا نجم نفهم راني مانيش ناقص نجم انا نجيب الحاجه نحب عليها ونجم نكون متميز ركز داكور فوالا. ان شاء الله فهمتوا البارتي هذه. ان شاء الله البارتي الثانيه كما قلت لكم باش نحكي على ليزيكواسيون باش نتمعن في لي تيب تاع ليزيكزيرسيس في لي تيب ديكواسيون شوي بشوي باذن الله ناجحين. ابداو واثقين من روحكم. Bonne chance.